استعدادا لعودة صلاة الجمعة بدءا من الغد في المساجد الكبيرة، أطلقت وزارة الأوقاف حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة استكمال علامات التباعد بكامل مساحات المساجد التي سوف تقام بها صلاة الجمعة ومراعاة عدم التزاحم أثناء الصلاة. ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة غدا تحت عنوان الأمل حياة، وينقلها التلفزيون والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقلعة. وأكد وزير الأوقاف أن الأصل في صلاة الجمعة هي الوجوب، لكن في وقت النوازل فلا حرج على صلاة كبار السن والمرضى في بيوتهم. وناشد وزير الأوقاف الجميع بالتعاون في تنفيذ خطة الوزارة حتى الوصول للفتح الكامل للمساجد.